الحمد لله الذي أضحك وأبكى، الحمد لله الذي أفرح وأحزن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة سليمة من الأهواء. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم على حبيبك ونبيك محمد النبي الأمين صلاة وسلاما بدوام الأرض والسماء، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فيقول الله عز وجل: يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. والحسرة معناها شدة الندامة وعض الأصابع على التفريط والتقصير. فكل الناس يوم القيامة إلا ويتحسرون ويندمون. المؤمنون يتحسرون ويندمون، والكفار يتحسرون ويندمون. المؤمنون يتحسرون ويندمون على تقليلهم من الطاعات والخير، والكفار يتحسرون ويندمون على إعراضهم عن الله وجحودهم وإعراضهم وجحودهم وعنادهم عن أمر الله ورسوله. فالتحسر على أنواع، ومن الحسرة أن يتحسر المرء على فوات فضل وأجر حفظه القرآن الكريم. فما من مسلم إلا ويتحسر ويندم: لماذا لم أحفظ القرآن الكريم، خاصة سورة البقرة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. يتحسر المرء على نفسه أنه ما حفظ القرآن الكريم، ويتحسر على أولاده أنهم ما حفظهم القرآن الكريم. ومن الحسرة أن يجلس المرء مجلسا ثم لا يذكر الله فيه، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا ثم لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم حسرة وندامة أنهم ما ذكروا الله. انتبهوا لمن يجلسون طوال اليوم في الأماكن، سواء كالمقاهي أو النوادي، ولا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر الله لا يقتصر على المسجد، وإنما كل مكان تجلس فيه فينبغي أن تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحسرة التي يندم ويتحسر المرء فيها يوم القيامة وعليها يوم القيامة: اتخاذ الأصدقاء المنحرفين والمضلين. فكم من صديق صادقته في الدنيا فستندم على صداقته يوم القيامة، لأنه جرك إلى الموبقات والمهالك والمعاصي والذنوب يوم القيامة،
يعض المرء الصديق على يديه يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فاتخذ خليلا وصديقا صالحا يأخذ بيدك إلى الجنة ولا يأخذ بيدك إلى النار، إلى المعاصي، إلى أماكن الفسق والفجور واللهو واللعب والعبث. ومن الحسرة الحسرة على تحمل مسؤولية ويكون الإنسان لا يستطيع أداء أمانتها، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ندامة وخزي يوم القيامة. كل مسؤولية تتولاها صغيرة أو كبيرة، انطلاقا بمسؤوليتك تجاه أولادك وزوجتك وذريتك، كيفما كانت المسؤولية صغرت أو كبرت إلا وستندم عليها يوم القيامة، لأن المرأة سيسأل عن صغيرها وكبيرها. ومن الحسرة التي يتحسر عليها المرء يوم القيامة الذي ينفق أمواله في المعاصي والذنوب ومحاربة الحق. الله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وكم من شخص سيندم يوم القيامة على مال تركه في الدنيا، تركه وراء ظهره لورثته، فينفقون به في سبيل الله وهو لم ينفق به شيئا، لم يؤدي حق الله فيه، فيقول يا ليتني لو أنفقته في سبيل الله. أولادي وورثتي ينفقونه في سبيل الله وأنا قد ضيعته وكدسته وكنزته. ومن الحسرة الحسرة في التفريط، على التفريط في العبادات، فلا يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها فيجمع بين صلاة وصلاة، أو لا يصلي فسيندم ويتحسر يوم القيامة. كل صلاة سيتحسر عليها، كل صلاة، صلاة الفجر إذا ضيعها سيندم عليها، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وهكذا كل عبادة سيندم ويتحسر عليها المرء. ويتحسر الإنسان يوم القيامة على مخالفته لطاعة الله وطاعة رسوله حال إعراض الأعمال على صاحبها. يقول الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومما يتحسر ويندم عليه المرء استهزاؤه وسخريته بالآخرين، أن تقول نفس يا حسرة، فيندم الإنسان ويتحسر على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لا تضحك على أحد، ولا تستهزئ بأحد، ولا تستصغر من شأن أحد، فارفع الناس يرفعك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فأولئك الذين كانوا يضحكون على الصحابة وعلى أولياء الله سيتحسرون وسيندمون أشد الندم، ولا ينفعهم الندم في ذلك. ومن الحسرة أن يندم الإنسان
على أنه مات على غير الإسلام، وإنه لحسرة على الكافرين. فالمرء يتحسر ويندم على أفعال وأعمال ما قدمها، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كان باستطاعتي أن أبني المسجد، يا ليتني بنيته، كان باستطاعتي أن أبني بيتا للأرامل واليتامى، يا ليتني فعلت، كان باستطاعتي أن أطعم الفقراء والمساكين وما فعلت، يا ليتني فعلت، كان باستطاعتي أن أصوم يوم الاثنين والخميس وما فعلت، يا ليتني فعلت. يندم، فالمرء العاقل عليه أن يندم قبل فوات الأول، الآن قبل أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالإنسان يفكر في نفسه وتأمل، وهب نفسك أنك مت الآن، مت الآن، أنت ميت، ثم أرجعك الله عز وجل وقد رأيت وشاهدت ما في الآخرة، شاهدت الحساب والعقاب والجنة والنار، ثم أرجعك الله، فماذا تفعل؟ فلو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إذن الآن أنت حي، راجع نفسك أيها الشاب، راجع نفسك، لماذا تضيع شبابك في المعاصي واللهو واللعب؟ أيها الشيخ الكبير، راجع نفسك، لماذا لا تقوم الليل وتذكر الله عز وجل؟ وكل واحد عليه أن يراجع نفسه قبل أن يتحسر ويندم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، والحمد لله رب العالمين.